السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح. كما تشاهدون هنا منذ 14 دقيقة وضعت فيديو لمن يريد الربح برأس مال صغير فقط 20 دولار. مضمون الطريقة، ستحصل على موقع مثل هذا الموقع، موقع أفلام يعمل تلقائيا، كل الشرح بالتفصيل ستجده هنا، وأيضا تواصل معي في الفيسبوك، رابط الفيسبوك إخواني ستجده هنا إخواني في أسفل الفيديو، فقط تدخل إلى هنا لحصول على القالب إذا أردت من هنا، أو أيضا رابط مباشر للفيسبوك هنا قراءة هذه المقالة لمعرفة كل شيء إخواني. هنا الفيديو الشرح، وهنا رابط الفيسبوك، تضغط هنا فقط وتتوجه مباشرة إلى الفيسبوك الخاص بي، هكذا ستجد رابط الفيسبوك، عرض السلام المزيد عليكم ورحمة الله، مرحبا المتابعين. هنا، عرض المزيد، ستجد طرق التواصل معنا. أيضا أنصحكم بالاشتراك في القناة الثانية إن شاء الله، سنقدم فيها محتوى فيما بعد. وهنا رابط الفيسبوك، فقط الضغط هنا مباشرة توجه إلى فيسبوك وتواصل معي، أي شيء تريده تساؤل سأشرح لك. طريقة اليوم إخواني وضعتها لماذا؟ لأنها طريقة قوية جدا للربح، وأيضا هذا الموقع وجدته أنه في تطور مستمر. منذ يوم وجدت عدد زيارات شهريا 4 مليون، اليوم إخواني عدد زيارات 12 مليون. لماذا؟ لأنني وجدت أن هذا الموقع يقدم إحدى العملات الرقمية، موقع شبيه لليوتيوب، تربح منه من بوضع الفيديوهات. هذا الموقع إخواني يقدم عملة، أعتقد أن ثمنها واحد من هذه العملة يساوي على ما أعتقد 1.2 دولار، وهي عند الأجانب المشتهرة. نحن لا يهمنا هذه العملة، فقط تسجل ووضع الفيديوهات من اليوتيوب. الطريقة التي سنعمل عليها أننا سنقوم بنشر روابط أفيليات بطريقة صحيحة، أي موقع تعمل عليه أفيليات، أي رابط إحالة لديك، أي مثلا لديك قناة يوتيوب تريد جلب زيارات لها واشتراكات، تستطيع تطبيق هذه الطريقة. كيف ذلك؟ فقط تابع معي. هنا أول شيء إخواني، هذا موقع كليك بانك، نعرفه الجميع، يعرف موقع كليك بانك، لديه بدائل، أي رابط أفيليات أو موقع تعمل عليه تستطيع تطبيق هذه الطريقة. هنا الفروع كما تشاهدون كاتيجوري كثيرة، أي شيء تريده تضغط هنا وتختار، سواء الهيلت أند فيتنس، الموبايل لانجويش، أي شيء إخواني، الديكور. وإن كنت تريد مثلا منتجات مثلا استثنائية فقط تستطيع البحث هنا. مثلا اليوم إخواني نحن سنبحث عن منتجات خاصة مثلا بالديابات، مثلا مرض السكري، لعلاج، نصائح لعلاج مرض السكري، أو مثلا لعلاج الشخير. نحن اخترنا هذا الموضوع لكي نشرح عليه، فهو الكثير يبحث عن هذا المرض إخواني، كيفية العلاج من مرض الشخير، سنورينج بالإنجليزية. وتضغط مثلا هنا على الجرافيتي لتأتي ببرودكت أو منتج تحصل على جرافيتي جيد. هذا المنتج كما تشاهدون 54، وهنا كما تشاهدون تستطيع البيع وإعادة البيع. بعدها إخواني كما تشاهدون سأختار مثلا هذا المنتج وأروج له. تستطيع قراءة هذا المنتج على ماذا يتحدث، فهو منتج يتحدث مثلا ستوب ستورينج، تستطيع الترجمة، برنامج تمرين توقف التنفس والشخير والنوم. مثلا تريد عرض هذا البرنامج او البرودكت تستطيع فتح، ايضا ستجد بعض الريسورس التي يقدمها لك هنا، مثلا هذا هو البروجرام، بعض النصائح كما تشاهدون، وايضا هنا الافيليت ريسورس، تستطيع التحصل على بعض المعلومات، وتستطيع التحصل ايضا على احدى الفيديوهات. نحن لا يهمنا اي شيء، نتوجه مثلا الى موقع، هذا هو موقع الافلام الذي تحدثت عنه في بداية الفيديو. هنا مثلا نقوم بكتابة في اليوتيوب سنورينج، أو مثلا ديابات، أو أي شيء إخواني، سيارات، الموقع الذي سأشرحه لك، سجل ترافيك منه أو زيارات أو مشاهدات لقناة اليوتيوب الخاص بك، يدعم كل الكاتيجوريات. أيضا هنا مثلا الفلتر، تستطيع اختيار كرياتيف كومنت وتختار أحد الفيديوهات، مثلا هذا الفيديو أو هذا الفيديو، هذا الفيديو كما تشاهدون، كلها تستطيع إعادة استخدامها. أنت اختار فيديو إخواني تحصل على نسبة مشاهدات جيدة، هنا مثلا هذا الفيديو أظنه جيد، نسبة المشاهدة إخواني 97 مشاهدة. سأقوم بالدخول إلى الفيديو وأخذ
الرابط الخاص به كوبي. أتوجه إلى هذا الموقع إخواني، كما تعودنا هذا الموقع يقوم بتحميل الفيديوهات، أضغط على Convert، بعدها أنتظر قليلا فقط. هنا ننتظر قليلا، ستظهر لك هذه الأيقونة للشرح فقط، أنت تستطيع تحميل دقة قوية جدا. أنا مثلا سأقوم بتحميل فقط 408 وأضغط على Get Link، ستظهر لك أيقونة Download. الآن سأضغط على Download، ستشاهد أن الفيديو يتم تنزيله هنا. بعد تحميل الفيديو هنا إخواني، الآن نتوجه إلى هذا الموقع الخرافي. كما قلت لكم نسبة الزيارات فيه سنشاهدها تصل إلى 12 مليون، هنا كانت 6 مليون، هنا 6 مليون، هنا 3 مليون، والآن أصبحت كما تشاهدون وصلت إلى 17 مليون، وأيضا الآن هي في 12 مليون. الزيارات تأتي من فرنسا ويونايتد ستيت وكندا، أيضا تايوان وجرماني. هنا الفروع الهوم كما تشاهدون، فيديوهات كثيرة يتم وضعها. أيضا هنا الجيمينج، فيديوهات الجيمينج. هنا كما تشاهدون أشخاص يقومون بوضع ألعاب منذ ساعة، منذ ساعتين، منذ 16 ساعة. كبار اليوتيوبرز يضعون الفيديوهات هنا إخواني. أيضا هنا تيك نيوز بوليسيتي، هنا فروع كثيرة كما تشاهدون. أيضا هنا الموفيز، تستطيع الترويج لأفلامك فقط، تقوم بوضع تريلر إخواني هنا، وتقوم بوضع رابط قناتك للأفلام أو موقعك للحصول على مشاهدات. هنا كثير من الأفلام، أيضا هنا كثير من الفروع. نحن ما يهمنا إخواني أننا مثلا استهدفنا في كليك بانك هنا هذا النيتش كوبي. نعود هنا إلى الموقع، نقوم بالبحث إن كانت هنا. كما تشاهدون توجد فيديوهات تم وضعها، يعني تستطيع وضع منتج جابات، أي منتج إخواني، سيارات. كليك بانك فيها فروع كثيرة، تستطيع أو كاتيجوري كثيرة، تستطيع الحصول على منتجات ووضع فيديوهات. تحصلنا على الفيديو، طريق تسجيل فقط الإيميل والباسورد واليوزر نيم. وهنا هذه هي العملة التي تحدثت عنها، لا أعلم ما هذه العملة، ولكن أعتقد أنها هي العملة التي أحضرت الترافيك لهذا الموقع. في رصيدك كما تشاهدون توتال 0.3، وعند وضع فيديوهات ترتفع. وأيضا تستطيع تتبع الضغط على هنا ريسيفي وسحب الأموال عبر إنشاء محفظة من هذا الموقع. نحن لا يهمنا الربح هذه العملة. أضغط على أبلود لتحميل الفيديو، أضغط على أبلود هنا، وهنا أقوم ب هنا إخواني تستطيع أن تقوم بالتحميل بالضغط على هذا الزر، أو تعود إلى الخلف وإنشاء قناة، تستطيع الضغط هنا Create Channel، الضغط على Create Channel وتقوم بتسميتها كما تريد، مثلا نفس الاسم المنتج الذي وضعته. تستطيع وضع أي شيء، Upload File مثلا، Browser، تختار أي صورة. هنا تستطيع إضافة Use URL، رابط للصورة مباشرة. ننتظر قليلا، Uploading، هنا ستظهر. بعدها إخواني تستطيع كتابة Description مثلا، Title، Past، Description. تستطيع وصف أي شيء، مثلا أكتب أي شيء إخواني. Submit، جيد، هذه هي القناة الخاصة بنا. ننتظر قليلا إلى أن يتم. تستطيع إنشاء الكثير من القنوات، كل قناة حسب النيتش أو المجال الذي تعمل عليه، يعني موقع يحدد لك العمل بعدة فروع أو عدة كاتيجوري. شاهد أخي عند تحميل القناة الخاص بك أو إنشاء القناة، هنا اللوجو سيظهر فيما بعد، الأناليستيك، وهنا الأرباح. كما تشاهدون تستطيع إنشاء قناة جديدة. أيضا إخواني هنا مثلا نحن قمنا باستهداف سنورينج، شاهد هذا الفيديو إخواني لهذه السيدة، قامت بشرح، لديها 467، قامت بالترويج لرابط قناة خاص بها. أيضا هنا روابط أفلييت كما تشاهدون لصفحات هبوط وكل شيء، وأيضا لديها الكومنتات وكل شيء. نحن سنعمل نفس الشيء، نقوم بتحميل الفيديو الذي حملناه، أبلود، أو تضغط هنا وتحمل أبلود. هنا في القناة تضع التايتل، عفوا التايتل هنا،
وهنا سأضغط على أبلود. هذا هو الفيلم، عفوا هذا هو الفيديو. أضغط على أوفرير شاهد. سأقوم بحذف فقط هنا الاسم التايتل، سأضع نفس التايتل الذي تحصلنا عليه. كوبي جيد، قم بوضعه في التايتل، وهنا الديسكريبشن تستطيع التكبير من هنا هكذا لوضع ديسكريبشن. سنضع نفس الديسكريبشن هنا. كوبي جيد، اقوم بوضعه ايضا هنا باست. وهنا مثلا الاكشن الخاص بنا للربح to read more for مثلا، هنا سنبحث عن هذه الكلمة copy، أقوم بوضعها control v هنا. نضع نقطتين ونضع رابط affiliate خاص بنا لنتحصل عليه من كليك بانك. نحن روجنا لهذا المنتج، تقوم بوضع generator للهوب لينك. copy جيد. الآن هنا نسخنا الرابط، أقوم بأخذه مرة أخرى وأتوجه إلى هذا الموقع، أقوم باختصاره فقط إخواني، وأضغط على أقوم بنسخ الرابط. كوبي جيد، أعود هنا وأقوم بوضع الرابط الأفيليت الخاص به هنا. هنا تستطيع التعديل على بعض الكلمات، هنا تستطيع إضافة روابط وكل شيء إخواني. هنا الصورة تستطيع تحميلها من رابط أو من السطح المكتب. سنقوم بتحميل نفس الصورة هنا، نفس صورة هذا العرض هنا إخواني. قمت بتحميل هذه الصورة من جوجل. الآن سأعود إلى أضغط هنا فقط، أو هنا يقول لك use هنا the best أو browser. أضغط على الصورة أين قمت بتحميلها، سأعود فقط. هذه الصورة كما تشاهدون قمت بتحميلها، أضغط على أوفرير أبلود، والآن أنتظر إلى أن يتم ظهور هنا التاكس مثلا. سنأخذ نفس التاكس كوبي جيد. هنا سأضع التاكس كنترول في، ايضا مثلا تستطيع اضافة الكثير من التاكس. بعدها اخواني هنا سيرو، تستطيع مثلا الترويج للفيديو خاص بك اخواني. كما تشاهدون من هنا الرصيد يذهب. مثلا انا ساقوم بوضع 0.1 ليقوم بالتجربة امامكم، وتستطيع وضع الفري هنا لكي يظهر في نتائج البحث الاولى. كما تشاهدون تم انقاص 0.28. والآن هنا كريدي كما تشاهدون دولارز فري أبلود. الآن أضغط على أبلود، هنا إيرور هنا فقط إخواني. التعديلات كيف ستكون؟ أول شيء هنا في النيم، لكي تنجح معك العملية قم بكتابة أي اسم مثلا سنورينج سنو رينج جيد. وهنا دع العنوان كما هو كما نسخناه. هنا الاكشن الخاص بنا كما تشاهدون. ايضا هنا تجدون الكتابة هنا تغيرت، تضغط فقط هنا تقوم بوضع في بداية الامر ديبوزي 0.2 او 0.3 ثم فري، وستحقق ارباح من اي مشاهدة. تضغط على ابلود، تظهر لك هذه الواجهة كما تشاهدون. تضغط على ابلود، يتم تحميل الفيديو بطريقة سهلة جدا، وأيضا ستحصل على هذه العملة إخواني. هذه العملة ستستطيع النشر بها ووضع الفيديو الخاص بك في الصفحة الأولى. أيضا ستكسب الكثير الكثير بهذه الطريقة. نحن لا يهمنا هذه العملة، ما يهمنا هو الفيديو ورابط الأفيليت والتفاعل كما تشاهدون. بعد تحميله بعدها أخي أختي ستظهر لك هذه الأيقونة كما تشاهدون. تضغط هنا على View My Upload، وهنا كل شيء جيد Confirming. تستطيع الضغط هنا. هنا إخواني الفيديو تم كما تشاهدون تحميله، أضغط عليه فقط
المشاهد شاهد كيف سيظهر، طريقة جيدة هنا للترويج، عدد المشاهدات ستجدها هنا، وهنا الديسكريبشن أيضا، هنا تضغط على الرابط تنتقل مباشرة إخواني إلى رابط الأفيليات، فقط الإنترنت ضعيفة. هنا سنشاهد رابط الأفيليات الخاص بنا، هذا هو أي شخص يشتري من هذا المنتج أوردر نتحصل على كوميشن 39 دولار. هذه طريقة اليوم، أرجو أن تستفيدوا منها. إن أعجبكم الفيديو فقط ادعمونا بالضغط على زر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.